من خلال الصفحة على واحكي زرتيه في المستشفى يعني قبل لا لا وفاته. للأسف أنا كنت متابعة معاها بس من خلال صفحتها على الفيس عشان ما أعملهمش قلق، لأن المريض بيبقى محتاج يرتاح. طب طمنينا كده عن حاجة يعني الفنانة منال الصيفي. لا الحمد لله يا ربي صبرها إن شاء الله وهي زي الفل وهو في الجنة بإذن الله. أنتوا شايفين عرس، أنا حاسة إن في عرس بصراحة بنزفه للجنة يعني. وهو بصراحة إنسان كان طيب ومحترم جدا جدا، ومنال يعني ما يتخيلوش عن بعض. ربنا يا رب يصبرك يا منال باذن الله، ربنا يصبرها باذن الله وفي الجنه ونعيمها يعني ان شاء يعني الله. سمعنا هنا ان كان في لحظات صعبه داخل القاعه وحاجه اغماء تعرضت ليها يعني. لا لا هي في القاعه هنا؟ لا يا اكيد طبعا يعني، بس من عارف من التحت بس، لكن مش اكتر من هي زي الفل وربنا يا رب يصبرها ويقدرها. وطبعا لازم كلنا نتمس لها يعني اي عذر لو هي كانت تعبانه او حاجه يعني.